وفإن قال قائل من أشهر الناس من الصحابة بمعرفة المكي والمدني؟ من أشهر الناس أو أشهر الصحابة رضوان الله عليهم، أبرز المشهورين من الصحابة بمعرفة المكي والمدني؟ اشتهر بمعرفة المكي والمدني من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، اشتهر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فيما رواه البخاري رضي الله عنه وأرضاه بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: والله الذي لا إله إلا لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت. أين نزلت؟ يبقى المكان. ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. السبب: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. يا سلام، يعني كان حريصا على معرفة بالمكي والمدني رضي الله عنه وأرضاه. وقال أيوب: سأل رجلا عكرمة، عكرمة إذا قال أهل التفسير وأهل علوم القرآن عكرمة فهو عكرمة مولى ابن عباس وليس عكرمة ابن أبي جهل. وعكرمة مولى ابن عباس كان من البربر، وهو أخذ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا من أفطن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم، وقد ورد عنه الكثير عن ابن عباس. سأل رجلا عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت بسفح الجبل، وأشار إلى سلا. سلا هذا جبل بالمدينة. أبرز المشهورين كما قلنا بمعرفة المكي والمدني هو سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه. وسيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، فقال: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فنظر ابن عباس رضي الله عنه إلى رسول الله فقال له رسول الله: حسبك، أي قف عندهن. فنظر ابن عباس، فنظر ابن مسعود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عيناه تنهمران بالدمع صلى الله عليه وسلم. لماذا تنهمر بالدمع؟ لأنه تذكر موقفه في الآخرة، في القيامة، في العرصات. بكى من أجل أمرين. الأمر الأول: بكى فرحا لأن أمته أكثر أهل الجنة ودخلوا الجنة بسببه، وبكى أيضا حزنا على أن من أعرض عن طريقه وكذبه وأذاه وكفر به سيق به إلى جهنم صلى الله عليه وسلم. ما الراجح أو ما الرأي الراجح في تعريف المكي والمدني؟ ما عليه جمهور العلماء في تعريف المكي والمكي، المكي والمدني، هو المكي ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة إلى المدينة، وإن كان نزوله بغير مكة، حتى لو أنه لم ينزل بمكة إلا أنه يحكم عليه بحكم المكي، يبقى طالما أنه في الفترة الزمنية التي لم يهاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. مرة أخرى: المكي
ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله بغير مكة. طيب، ويدخل فيه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سفره للهجرة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة إلى المدينة نزلت عليه آيات، نزلت عليه سور تحسب من القرآن المكي، لأنه ما لم يصل إلى المدينة بعد، ما زال في طريقه إلى المدينة، لم يصل إلى المدينة بعد. المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله بغير مكة، ويدخل فيه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفره إلى المدينة. والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بغير المدينة، يعني ويدخل فيه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعد الهجرة كسورة الفتح، فقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية، من الحديبية. فهذا هو الاصطلاح الذي عليه جمهور العلماء، وهذا الاصطلاح لوحظ فيه الزمان. لاحظوا هذا المعنى، هذا الاصطلاح في تعريف المكي والمدني يعني ينطبق، والمعيارية فيه الزمان. فقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية مدني وإن كانت نزلت بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة عام الفتح. وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مدني وإن كانت نزلت بعرفة في حجة الوداع. وهذا التعريف كما يقول أسيدنا أهل العلم نضر الله وجوههم حاصر وضابط ومضطرد، هذا التعريف حاصر وضابط ومضطرد. مرة أخرى: المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة.